مع الحماده راح نحطوا معها كومبانيومون يعني الحاجه ترافقوا. انا فضلت يعني هنا درت بليزير يعني درت درت كيما هنا راح ندير بيضنجال مع القرعه هذو واش راح نديرهم راح نتبلهم ندير لهم شويه زيت ونديرهم في الفرن راح يطيبوا يعني مشويين راح يطيبوا مشويين في الفرن يمشوا صحي نعم يمشوا مع الحماده وراح ندير ثاني بطاطا مع البصل مع الزيتون الزيتون نخليه على الاخر يعني هذو راح نحمسهم كيما دوكا البطاطا مغليه وشنو نفهموا باش يكونوا يعرفوا الطريقه كيفاش يغلوا هذه مغليه بقشورها يعني مغليه بقشورها باش ما طيحناش من بعد كي نعاودوا نحمسوا شغل نسوطيوها في شويه زيت زيتون ولا ونزيدوا يمكن نخلطوا لها مكونات نخلطوا لها زيتون نخلطوا لها نحبوا نزيدوا لها الطون يعني اي حاجه نحطوا معها وراح نديروا جور سليطه ثاني بالفلفل المشوي وثلاثه طماط مشويه ثاني تمشي مع الحماده جره كان يقولوا هذا حلو ماشي حار هذا حلو ما حبش ندير الحار انايا باسكو باش ممكن كاين ما يحبوش الحار هو الحار احسن يعني حار يعطيك شهيه للاكل يعني كاين بزاف ناس يحبوا الحار نعم يقول لك راح يحبوا يديروا حار يديروا حار يديروا حميص هذا احنا درتو سليطه وكاين ثاني راح ندير لهم ثاني زروديه نديروا لها مشرمله ثاني راح جزر مشرمل يمشي معها ثاني يعني كاين هادو كاع يعني حنعطيهم تقريبا جل الافكار اللي يقدروا يرافقوا بها الحمار.